قال حاتم بن سليمان: شهدت عبد الواحد ابن زيد في جنازة حوشب، فلما دفن قال: رحمك الله يا أبا بشر، فلقد كنت حذرا من مثل هذا اليوم. رحمك الله يا أبا بشر، فلقد كنت من الموت جزعا. أما والله لئن استطعت لأعملن رحلي بعد مصرعك هذا. قال ثم شمر بعد واجتهد. أنتم تعلمون أيها الإخوة، ضمن التصور الإسلامي أن حياتنا على هذه الأرض هي مرحلة، وأن حياتنا الدائمة هي هناك. لا، هذه شرائع السماء كلها جاءت بالإيمان باليوم الآخر، كلها جاءت بالحياة بعد الموت، لكن بعض الفلسفات الوضعية تنكر ما بعد الموت، تقول لك الحياة مادة ولا إله، ما في شيء عالم ما وراء الطبيعة غير موجود، كل ما لا تراه عينك ليس موجودا. أما تجي تقول لي في جنة، وينها؟ خدني عليها، إذا شفتها بقول لك في جنة، أؤمن بالجنة. أخي، ما رأيناها ولا رأها أحد، إذن غير موجودة. تجي تقول لي في نار، وينها؟ خدني عليها، بآمن. ما بشوف، ما بآمن. الشريعة الإسلامية بل شرائع السماء جميعا تدعوك إلى الإيمان باليوم الآخر. هلأ أنا بقال كشاب مؤمن، أنت كشاب مؤمن، أنت كرجل مؤمن، أنت كإنسان مؤمن، مطلوب منك إذا تحركت أي حركة تحسب حساب تلك الدار. الله عز وجل وصف الأنبياء، وصف المرسلين، قال: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. لا يغيب ذكر الدار عن المرسلين أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم بإلا لجاري أراد أن يضربها بالسواك، بإلا والله لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك، بس أنا بخاف الله يسألني يوم القيامة إذا كان ما بدي أضربك بالسواك. هو إذا أنت ضربت واحد بالسواك يعني شو بيصير فيه؟ بس المقربون إلى الله عندهم هذه الحسابات. فأنت مطلوب منك أيها الشاب، مهما دعيت إلى أمر، مهما سعيت في أمر، أن تفكر بتلك الدار، مع فكرك بهذه الدار. فعبد الواحد يقول لحوشب لما دفنه، يقول: يا أبا بشر، لقد كنت حذرا من مثل هذا اليوم، رحمك الله. وعزتي وجلالي، لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، إن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، وإن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما زاد علمك وقربك من الله بتخاف من الله أكثر. رحمك الله يا أبا بشر، لقد كنت حذرا من مثل هذا اليوم، لقد كنت من الموت جزعا. بتخاف، أي والله واحد يحسب حساب، لأنه لأقوم أنا مقصر مع الله. بيقول بعدين: والله لئن استطعت لأعملن رحلي بعد مصرعك هذا. بدي اجتهد بالإقبال على الله عز وجل.